نفذت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أكثر من 50 مبادرة وفعالية وبرنامجا خلال عام 2017 بهدف إسعاد موظفيها وخلق بيئة عمل تدفع إلى الإيجابية، وذلك بمقر الوزارة في أبوظبي ودبي وبكافة مراكزها الثقافية المنتشرة في ربوع الدولة. وشكلت الوزارة فريقا للسعادة تحت مسمى فريق ستانس للسعادة والرفاه الوظيفي، يضم عددا من الموظفين المتميزين برئاسة سلام المناعي مدير إدارة التنمية البشرية، حيث قام الفريق وبدعم مباشر من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وقيادات الوزارة بإنجاز 50 مبادرة على مدى 9 أشهر في 11 موقعا تابعا للوزارة.